تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني ما سبق من الأحكام يعني يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويعني أن يحذرها. والعلماء ذكروا أن حدود الله عز وجل وموانعه على نوعين: حدود تمنع من كان خارجها من الدخول فيها، وهذه هي المحرمات، ويقال فيها فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، كما هنا عندنا في الآية تلك حدود الله فلا تقربوها. وهناك حدود تمنع من كان فيها من الخروج منها، وهذه هي الواجبات، قال جل وعلا فلا تعتدوها، فلا تعتدوها. هنا في التعبير بقوله تبارك وتعالى فلا تقربوها تحذير من القرب خشية الوقوع فيها، لأن الإنسان إذا قارب الحرام يكاد أن يقع فيه، ولذلك الله جل وعلا في الزنا نهى عن القرب منه ولا تقربوا الزنا، لأن من قارب الفاحشة يكاد أن يقع